التدين الخاضع. عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لرجل يعظه: ارغب فيما عند الله يحبك الله، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. إن الزاهد في الدنيا يرتجي ويريح قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة، والراغب فيها يتعب قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة. ليجيئن أقوام يوم القيامة لهم حسنات كأمثال الجبال، فيؤمر بهم إلى النار، فقيل: يا نبي الله، أمصلون كانوا؟ قال: نعم، كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهنا من الليل، لكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من أمر الدنيا وثبوا عليه. انتهى. المصدر: أعلام الدين في صفات المؤمنين، الصفحة 343 للحسن بن أبي الحسن الديلمي من أعلام القرن الثامن الهجري. إعداد الصوت: المكتبة الإسلامية الإمامية.